Hello everyone and welcome back to Master English at الإنجليزية. I have a magnificent lesson for you guys. عندي درس رائع هائل لألكم. حضرت لكم خمس جمل رح نتعلم اليوم اللغة الإنجليزية من خلالهم. ما حتصدق كمية المعلومات الهائلة اللي حتتعلمها من هذه الجمل الخمسة. رح تقول خمس جمل حتعلمني اللغة الإنجليزية. نعم، هول الخمس جمل تصدق أو لا تصدق أنا رح أعطيك إياهن بطريقة مبسطة ورح أقلك كيف فيك تتعلم بحر من هذه الجمل الخمس إن شاء الله. إذا without further ado let's get started. خلينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول جملة هي هل تستطيع ترجمة هذه من أجلي أو هذا؟ هل تستطيع ترجمة هذا أو هذه من أجلي؟ دائما لما نشوف يستطيع، تستطيع، أستطيع باللغة الإنجليزية بدنا نفكر بالفعل أو المودل auxiliary verb can. إذا يستطيع تعني can. بما أنه نحن عم نسأل سؤال فcan سوف تأتي بأول الجملة، بأول السؤال، خاصة أنه هو سؤال نعم أو لا، سؤال هل. إذا سنبدأ بcan. وبالأسئلة طبعاً نستطيع أيضاً أن نقول could اللي هي مؤدبة أكثر من can. إذن can و could نفس المعنى بالأسئلة، تعني يستطيع، لكن could مؤدبة أكثر. نحن عم نحكي بالأسئلة، أما بالجمل could لها معنى آخر. إذن can ونحن نسأل أنت هل تستطيع أنت؟ لذلك سوف نضع هنا اسم أو pronoun ضمير you. Can you؟ إذن فعل مساعد ضمير شو رح يجي هلأ؟ لازم يجي الفعل. إذن بالأسئلة دائما بعد the question word والضمير سوف يأتي the main verb الفعل الرئيسي اللي هو ترجمة، يترجم. ما معنى ترجمة أو يترجم بالإنجليزية؟ تاني translate. Can you translate? طبعا ترجمة هنا ستأخذ مفعول به، ترجمة هذا أو هذه. شو حنقول؟ This. من أجلي هل سنقول to me أو for me؟ طيب لما نقول من أجل شخص ما رح نقول for me، to توحى أكثر إنه في اتجاه، ممكن تنفهم can you translate this to me، لكن من أجل شخص ما رح نقول for can you translate this for me، can you translate this for me أو could you translate this for me، can you write this for me، هل تستطيع كتابة هذا من أجلي، can you read this for me، قراءة هذا من أجلي. شايفين كيف فينا نكون آلاف وآلاف الأسئلة من سؤال واحد فقط؟ can you do this for me، هل تستطيع فعل هذا من أجلي، can you translate this for her من أجلها، وإلى آخره. لننتقل الآن إلى السؤال الثاني أو الجملة الثانية، أذهب للمشي في المنتزه من حين لآخر. طيب أذهب، ما معنى أذهب؟ بما أنه نحن عنا الآن جملة وليس سؤال سوف نبدأ بالضمير أو الاسم. هنا عنا أنا، سنستعمل الضمير أنا I. أول حرف بالجملة طبعا نقوم بكتابته حرف كبير capital letter، لكن I حتى لو أتت في منتصف الجملة دايماً حتكون capitalized. I أذهب، go للمشي for a walk. إذن أذهب للمشي I go for a walk. Go for a walk يذهب للمشي. I go for a walk. في المنتزه at the park.
طيب أستاذ نور، فينا نقول in the park؟ ليش عم نقول at the park؟ طيب in the park انت عم تحدد في داخل المنتزه، يعني بدك يفهم اللي عم تتحدث معه انه في داخل المنتزه. لكن لما نقول at the park، عند المنتزه، في تلك المنطقة، نعم أيضا قد تعني في المنتزه، لكن natural أكثر نقول at the park وليس in the park، إلا لو أنت عم تحدد في داخل المنتزه. I go for a walk at the park من حين لآخر. بديك تنتبه لي كثير على هذا التعبير، من حين لآخر، احفظ هالتعبير from time to time. From time to time، احفظ هذا التعبير from time to time، من حين لآخر. I drink Pepsi from time to time، أشرب البيبسي من حين لآخر. I eat cake from time to time، أكل الجاتو from time to time، من حين لآخر. I study English every day، وليس from time to time، أدرس اللغة الإنجليزية كل يوم وليس من حين لآخر إن شاء الله. إذا تحتاج لمساعدتي أخبرني رجاء. إذا if إذا ما تخاف من if، رح بسط لك إياه إن شاء الله. if دايما بتخوف اللي عم يتعلم اللغة الإنجليزية لأنه عندها عدة حالات لكنها بسيطة جدا، وإن شاء الله نعمل درس بالتفصيل عنها. فلحتى ما يروح عليك هذا الدرس، عمول سبسكرايب وفعل زر الجرس، تأكد من تفعيل الجرس حتى ما يروح عليك ولا درس من Master English، أتقن الإنجليزية. If إذا أنت تحتاج مساعدتي، if you وما معنى يحتاج؟ need my help، مساعدتي. If you need my help، أخبرني رجاء. فينا نقول tell me please. فينا أيضا نقول هذا التعبير let me know، إذا please خليني أعرف، please let me know. حلو كتير، نسمع كتير بالمحادثات أكثر من tell me. أخبرني مثلا في شيء أنت بدك تخبرني، أو مثلا عم تحكي tell me. لكن بالمحادثات كمان حلو نستعمل please let me know. حتى أيضا بالإيميل وبالعمل حلو تستعمل please let me know أكثر من tell me، مؤدبة أكثر وحلوة ونستعملها كثير. If you need my help please let me know. سآتي لآخذك. سآتي فينا نستعمل I will. فينا نستعمل the present continuous. في بعض الأحيان نستعمل the present continuous لنتحدث عن المستقبل. إذا فينا نقول أيضا I'm coming أو I will come. I'm coming or I will come. I'll come لآخذك to get you. لكن في تعبير نستعمله أكثر خاصة إذا بدك تاخد شخص ما معك في السيارة، فيك تقول to، I'm coming to pick، I'm coming to pick you up. هذا التعبير pick up the kids from school، يعني خذ الأولاد من المدرسة خاصة إذا بالسيارة. لست مستعدا بعد. هنا عنا جملة بالنفي، لاحظ I am ready، أنا مستعد. إذا بدنا نقول لست مستعدا I am not ready. I'm not ready، لست مستعدا. إذا بدنا نقول بعد سنستعمل هذه الكلمة yet، يعني سأكون مستعدا أو أنا أتخيل أنني سأكون مستعداً في المستقبل لكن هذا لم يحدث بعد. أتوقع أن أكون مستعداً في المستقبل لكن هذا الأمر لم يحدث بعد، لذلك نستعمل yet.
yet نستعملها أكثر بالنفي، بالنفي وبالأسئلة ما كتير بنستعملها أو ما بنستعملها أبداً بالجمل العادية. إذا لا نقول I'm ready yet، نقول I'm not ready yet. هذه نقطة كتير مهمة عن yet. يعني شرحت لك درس بالتفصيل بهاي الجملة بس عن yet. طب خلينا نرجع نعيد قراءة هذه الجمل، واللي حابب يعمل translate تفضلوا، عفوا اللي حابب يعمل screen shot كمان، اللي حابب يعمل translate مو translate. Can you translate this for me? I go for a walk at the park from time to time. If you need my help, please let me know. I will come to pick you up. Oh, I'm coming to pick you up. كمان I'm coming to pick you up ممكن نستعملها بمعنى يحدث هذا الأمر الآن. يعني فينا نستعملها بالحاضر المستمر، فينا نستعملها لنتحدث عن المستقبل. I'm not ready yet. من يكون عجبكم هذا الدرس، رجاء حاول الآن تكتب لي جملة باستعمال from time to time وباستعمال yet، يعني جملتين. بدي جملة باستعمال from time to time، هيدا الآن فرصتك لحتى تتحدث باللغة الإنجليزية وتتمرن. نعم فيك تسكر اليوتيوب فيديو الآن، لكن إذا عن جد بدك تستفيد وتترسخ المعلومات بشكل أفضل، الآن اكتب لي جملة ب from time to time، اكتب لي جملة بيت، وبضمن لك انك ان شاء الله هتكون اتقنت هيدا الدرس معي. اللي حابب يتعلم اللغة الانجليزية اكتر، بنصحكم تشاهدوا هالدروس لا يوصلكم روسي وما يروح عليكم ولا درس، وحتى تستفيدوا الماكسيموم اضغطوا على هذه الدائرة، اعملوا سبسكرايب اذا ما عملتوا سبسكرايب، فعلوا زر الجرس لا يوصلكم روسي اول باول. شوفكم ان شاء الله بالدرس المقبل. السلام عليكم.